بطل؟ شو صاير لك؟ ليش قلبك يشوفي؟ شايف كابوس؟ ماشي. ليش عم تبكي؟ لأني شفت ماما وبابا بنومي. مشان هيك عم تبكي؟ مو قلت لي اليوم إنك مشتاق لهم وهي ليكك شفتهم؟ إيه أنا غمضت عيوني مشان أشوفهم مرة تانية وما شفتهم، مشتاق لهم كتير. أما كم بركي صرت غمض عيوني ما أشوفهم بحلمي. شوف رح أقول لك شغلة، يعني هلأ أنت مو شرط تشوفهم بس بالحلم، لأنهم هن هون بقلبك تقدر تشوفهم. يعني إذا شفتهم بالحلم أو ما شفتهم مو فارقة، صح؟ المهم هن موجودين بقلبك. أمو طب شو سامي؟ أنا عم اشتغلهم، بدي أحكي معهم. وكمان رفقاتي من المدرسة كلهم عندهم أب وبيحبوهم وبيلعبوا معهم إلا أنا. ليش راحوا وتركوني؟ أنا شلون بدي أعيش بدونهم؟ والله ما عم أقدر يا عمو. شوف حبيبي، رح أقول لك سر بيضل بيناتنا. شو؟ بدر أنا كمان عشت وحيد بدون أبي وأمي، وعرفان منيح اللي بتقصده. نعم كمان مثل أهلي ما تروب الحادث؟ لأني ما كانوا ميتين. بس أنا اعتبرتهم ميتين، يعني ماني عارفان شلون بدي أشرح لك. المهم إنه أنا كبرت وحيد. كيف؟ يعني وأنا صغير ما كان في حدا يمسك لي إيدي ويمسح لي دموعي، كلهم راحوا، كنت لحالي. بقيت عند ستي لتوفيت. يعني شوف وضعي تقريبا مثل وضعك أنت. صحيح أهلك مو هون بس شايفينك من السما وعم يراقبوك طول الوقت، بيتضايقوا لما بتبكي. كمان اطلع حواليك وشوف قديش في حواليك ناس بيحبوك وبيخافوا عليك، بيمسكوا إيدك وبيمسحوا دموعك وبيفكروا فيك على طول وبيلعبوا معك. هاي عمتك وعمك كمان وخاله كمان. ايه مزبوط، وخاله كمان. بتعرف الحياة بعيد عن امك وابوك ما انا كتير سيئة، يعني وقت تكون هيك بتكبر اسرع. فهمت علي شو بقصد؟ كيف يعني؟ لحطول بسرعة؟ لا بصراحة مو هيك بالضبط، يعني كيف بدي اشرح لك اياها؟ انه يعني بتصير اقوى، بتحس انك مسؤول مثل الاخ الكبير. عمو بس انا ما عندي اخ كبير. مظبوط مظبوط مظبوط. شو هالجواب؟ طبيعي. تعال لك يلا يا بطل، ضرب هون، ضرب يلا. شو هالضربة هي يا بدر؟ اقوى. اي او شو هالضربة هي؟ انت كتير قوي معلمنا. عن جد انا قوي؟ اي عن جد طبعا. هلا الاولاد لازم يناموا لانه تاخر الوقت، صح؟ لهيك خلينا نحط هديه ناصلي الحلوه هون ومنغطي الاستاذ بدر مشان ما يبرد بالليل. هوبا. عمو بس تشتاق لاهلك فيك تيجي لهون ونصير نحكي مع بعضنا، اتفقنا؟ ها تمام يا روحي، اتفقنا. يلا بسرعه حط راسك على المخده ونام يلا. راكان شوفي، بدي اياك تنام فورا. ضرب لشوف البوكس. بو. تصبح على خير. لا الخير. ديما وين كنتوا؟ معقول الولد له ساعه عم يبكي وما حدا اجى لعنده؟ وين البنت اللي بتعتني فيه؟ ليش هم مصفينا وعم ندفع لها مصاري اذا ما بدها تنتبه عليه؟ ميسا خانم، ميسا خانم.